مرحبا. اهلا وسهلا على راسي اخي. من وين؟ انا من سوريا، من حلب. من ايمت مقيمون؟ صار لي 10 سنين هون بتركيا. 10 سنين بتركيا. ما شاء الله. متاقلم مع الوضع هون؟ متاقلم. تحكي تركي؟ ما حكي تركي، لكن والله ما عرف تركي مثل هذا. انا بشتغل مع التراك كمان. شو بتشتغل؟ انا موظف بشتغل مع التراك. شو مجال عملك؟ اي هي وزارة الزراعات. الزراعة. وزارة الزراعة هي مثل كلامكم، هي وزارة الزراعة ما هي جنسية وهيك. ما جنسية. أنا مصوب هون. من إمتى صوبت؟ ب 15 تموز. 15 تموز. هي تاني عملية مسويها. بليلة الانقلاب الصغير. ليلة الانقلاب. وين كنت؟ إي بالوطفية. ليش؟ رحت عشان نحمي هالدولة، يعني شو بتصير هالدولة كأني. رحت عشان تحمي الدولة؟ رحنا إي، مو بس أنا، راح أبوي وراح أخوي عمره 12 سنة. هون ما كنت اخذ جنسيه؟ لا ما كنت اخذ جنسيه، لا. بعد ما سويت عمليه، اول عمليه اعطوني جنسي لحول وظفوني. طيب هلا انت كسوري وصارت هي الحادثه، ليش رحت؟ ليش حبيت تروح تدافع عنه مثلا او تحمي هذا البلد؟ لا يعني مثلا نحن بايكين هون، يعني كان بلدنا، فتحتنا ابوابنا، ساعدنا. اي هيك. هذا اكبر مثال، يعني وقت اللي بيقولوا انه السوريين لاجئين حرب، بس هذا الشاب لاني عاش على هاي الارض وعاش على هاي التراب. تمام. هي تاني عمليه مسويها 15 تموز. هلا في شب كمان تاني تواصل معي، نفس قضيتك كمان. اي كمان. اي عرفت. ايه. بعد ما اخذت الجنسيه في شيء تاثر عليك؟ لا. كيف صار وضعك؟ افضل الوقت كنت معك بطاقه الحمايه المؤقته؟ افضل. لا اخذت الجنسيه افضل. افضل. ايه مرتاح خلاص؟ تضل في تحديث بيانات؟ تضل في بيازيد؟ لا ما يعني لا روح ولا تيعه ولا حدث البيانات ولا هيك. اي أيوة والله. هلا مجال عملك ما بيأثر عليك ما هيك؟ لا ما بيأثر عليك. هن يعطيني، انا معطيني الرابور مشان الشغل، هن بيعرفوا الحول. هي مو اول عمليه، ثاني عمليه هي مسويها. هلا بعدين بتحسن تمشي. اي بعدين بتحسن تمشي، بس كرمال العمليه اللي قاعد عليك. هلا اي كرمال العمليه محسن. وبمجال العمل متفاهمين انه انت في عندك اصابه فشغلك خفيف. بيعرفوا اي، بيعرفوا انه مصوب حرب وهيك. يعني انت اكبر مثال انه اللاجئين السوريين هون لاجئين بيتحملوا مسؤوليه، بيحبوا هاي البلد اللي استضافتهم، اللي فتحت لهم بوابه، لدرجه انك انت ب 15 تموز طلعت حبيت تدافع عن هالبلد. بحبوا هالبلد. يعني اكثر هون بيقولوا مثلا، او البعض، فينا نقول البعض بيقول لك بس صار حرب هون بيهربوا. اي مضبوط. مو صح؟ مضبوط. بس انت صاير في اكبر مثال انه انت ما هربت وقت ال 15. لا انا ما هربت، طلعت. مو بس انا طلعت. هلا انا طلعت بس انا ما تصوبت، يعني ما ببين معهم، بس ما انت تصوبت وهي اكبر انا تصوبت. ليه؟ عند الطفيه تصوبت شظيه. متزوج؟ لا والله عزابي. عزابي. ايوه. متى نفرح فيك؟ ان شاء الله. الله كريم. موجودك. الله كريم. في نيه ولا لسه؟ لا والله الله كريم ان شاء الله.